وليا الفقرة الخاصة بالتغذية رفقة دكتور محمد الفايد. صباح الخير دكتور الفايد. صباح الخير. أهلا وسهلا بك معنا من جديد. إذا يوم أمس تكلمنا على الشعير. نعم علي نتمنى وعلى الأقل من الناس إن شاء الله يرجعوا لهذا الاستهلاك ديال الحبوب، يكثروا من الحبوب أكثر من اللحوم. يعني إحنا كنتكلموا عن النسبية. نعم. يعني ماشي الناس ما يأكلوش اللحوم، ولكن على الأقل يكون نبات دائما. ويعني هذه السنة هذه تقريبا خصصناها لهذا نمط العيش اللي كان عند المغاربة من قبل. يعني كانوا الناس يعني كياكلوا النشويات والحبوب، حتى أن بعض الحبوب الآن ولات عند الناس كتجي معجب حالي الله دائما. يعني الخضرة في الطاجين والحمرة شوية في الوسط والخبز ديال القمح الكامل أو ديال الشعير، وهذه هو هذه التغذية المتوازنة الكاملة. نعم. والناس ولاو دابا هذه إيلان، فالإيلان نوع من الذرة كان من قبل الفلاحة كاع ما كانوا كيديوها فيه، حتى إيلان دابا الآن ولا كيتباع كمنتوج راقي وحبوب عادية. ذرة نوع من الذرة، كانت الذرة البشنة وكانت الذرة البيضاء والشعير البلدي اللي كانوا الناس كيستهلكوا، هذه كل أشياء كانت داخلة في التغذية ديال الناس. ومع الأسف الشديد الآن البارح تكلمنا على الشعير، الشعير فيه مكونات يعني كبيرة جدا، مثل المضادات للأكسدة، مثل الكروم، مثل البيتا غليكان، مثل اللينيانات، هذو يعني الفيتوستروجينات اللي هي اللي جيدة للنساء. وفي كذلك مادة السيروتونين، هنا التريبتوفان، مكون تريبتوفان هو اللي كيعطي السيروتونين في الجسم. هنا السيروتونين كينتجها الجسم، ما عندوش مشكل، ولكن خاصو منين ينتجها وخاص الميكانيزمات ديال انتاج السيروتونين ما يتقطعوش ما يتحبسوش. لان الا الناس خاضوا بعض المكونات، بعض المضافات الغذائيه ولا بعض الملوثات الكيماويه اللي ربما تجي من الطبيعه، هذو كيحبس. ولا حتى من الطبخ، كاين بعض النساء كيلوثوا الاغذيه ديالهم غير بنوع الطبخ، كيتقداو مزيان اشياء نظيفه نقيه زوينه، ملي كيجيو المنازل ديالهم كيبداو يديروا واحد طريقة الطبخ بالكتالوج، ولا كيبقاو يشويو ولا يقليو ولا كيبقاو يتفلسفوا في المطبخ حتى يفسدوا هذا يعني هذا الاكل اللي تقداو. لا باس. البارح تكلمنا على الشعير، ماشي غير الشعير اللي فيه اللينيانات، القطاني كلهم الحبوب كلهم النشويات فيهم هذه اللينيانات، ولكن قلت بان كاين في الشعير والخرطه اكثر، وكاينين كذلك في القمح. يعني عندنا المغرب عندنا قمح محلي جيد اللي فيه النخاله ديالو، ما خصهاش ترمى، ما خصوش يلوحوها. وهذا المشكل ديال غربله الحبوب هي دخلت كتكنولوجيا غربيه على البلدان العربيه. العرب ما كانوا يعرفوا الغربال ولا كانوا يغربلوا يعني من قبل، ولكن مع الاساس هذه الفتره الاستعماريه هي في الناس عرفوا هذا الدقيق الابيض، لان اوروبا كانت كتفتخر به، ولان كانوا كيغربلوا باش يحيدوا النخاله يعطيها للحيوانات. مع الاسف الشديد ان المكونات الغذائيه اللي خلق الله في الحبوب في النشويات كاينين في النخاله ما كاينينش في الدقيق. ان القمح مثلا الى زولنا منه النخاله كنزولوا من 60 حتى 70% من الفيتامينات، منهم فيتامين بي، وكنزولوا من 60 حتى 70% ديال الاملاح اللي منها الحديد والزنك والكروم. يعني هاد النخاله كما اللي كنزولوا النخاله كنزولوا معدن الزنك، والزنك هو اللي كيحيد داك العياء، هو اللي كيعطي شويه قوه للجسم كما قلنا، لان الانيميا ديال الزنك هي اكثر من الانيميا ديال الحديد. يعني كاين بعض الاطباء اللي كيوصفوا الناس اقراص الزنك باش الجسم يوقف، باش الانسان يوقفش يحس بهذا العياء هذا. وإلا زولنا النخاله كنزولوا 70% ديال الالياف الخشبيه، وإلا زدنا غربلنا مزيان بحال هذيك لافارين فورس، يعني بحال هذاك الدقيق الابيض الخالص، كنا كنقولوا ليه الخالص من قبل، يعني كنا الاسم ديالو في المغرب كان تيقولوا الخالص، الدقيق الخالص. هذه كنمشيو حتى ل 90% وقدر نحصلوا حتى ل 95% من الالياف الخشبيه. يعني هذه كلها كتزول، يعني لا الحبوب زولنا منهم الفيتامينات والاملاح والالياف الخشبيه ما يبقى فيهم والو، لان الاهميه ديالهم هاد الثلاثه هما اللي عندهم الان نقص في المجتمع. الامراض الان مثلا بحال التوتر العصبي والامراض ديال القولون وامراض المعده كذلك، والامراض المترتبه على الفيزيولوجيا بحال الاجتفافات بحال هذا الحصى في المراره بحال الاشياء هذه كتجي من نقص ديال الاملاح والفيتامينات والالياف الخشبيه. نقص كبير هو اللي المشكل اللي كان يعني في الدول الغربيه، لان رجعت دابا الدول الغربيه رجعت للالياف الخشبيه ورجعوا
تقليل اللحوم ورجعوا للفواكه والخضار ورجعوا للنخالة حتى الفصة يعني هذه لا ليزير حتى الفصة الآن ولكن باش نوضح شوية من الفصة البلدية تكلمنا عليها اليوم أمس مع إحدى المستمعات يعني وفي حوار معك خارج يعني هي كانت كتالة الفصة البلدية ماشي الرومية اللي الفصة البلدية نعم فهو الفصة البلدية قليلة في المغرب الفصة البلدية وهي الفصة التي أسهل نبات والبرسيم الحجازي هذا كاين بس وعلاش المغاربة ما كانوش كيديوا في هذه الفصة وهذا البلوط وهذه الأشياء ما كانوش كياكلوا ولا ما كان عندهم ما ياكلوا لأن كان عند كان كان كانت عندهم واحد رقي في العيش ديالهم يعني حتى الإناء اللي كانوا كيغسلوا فيه يديهم داك التصويدو كان ديال الفضة يعني كان واحد الحضارة في القمة ديالها فهذاك الشيء المغاربة ما كانوش كياكلوا هذه الخشاشة ما عندهم ما يجربوا البوش والبلوط والفصة وهذا الشيء ما كانوش كياكلوا إلا هاد المسائل اما الان لا الان ولا امور اخرى مع زيادات السكان وزيادات العلم يعني حتى الابحاث العلميه الان كتبين على ان الشعير هو اول النشويات هو الخرطان ماشي القمح ولكن النشويات كتبقى كلها بالمكونات ديالها اللي هي الكروم فيتامين بي والالياف والزنك وبعض المكونات بحال المنغنيز والمغنيسيوم يعني كتبقى هي يعني المشتركه في هذه المكونات رغم ان الشعير والخرطان فيهم واحد النسبه شويه زايده ولكن كيبقى فنشوف غير باش المستمع الكريم يفهم مزيان شوف في الباديه نعم الناس اللي كياكلوا الزرع اللي كياكلوا الحبوب والعيش ديالهم بسيط ما عندهمش بعض الامراض اللي في المدينه الناس تقريبا غادي يتعامل ما عندهم هذا المرض بحال حصاف المراره حصاف المراره كان من قبل في الباديه ما كان قليل فين المراه كيحتحي المراره ولا شيء علاش لان الاكل ديالهم نباتي ما كانوش الناس في الوادي كيتشكاو من الكوليسترول الكوليسترول الان دابا في المدينه حديت ولا حرج يعني الناس من عندهم 18 عام عندهم كوليسترول ماشي يبقى ذاك الكوليسترول اللي كيجي الناس على 65 والمثل الثالث اللي غادي نضرب هو ان الناس اللي عندهم السكري في الباديه ما كيوقعوش لهم مضاعفات خطيره بحال المضاعفات اللي كيوقعوا الناس في المدينه علاش لان في البوادي كيتحركوا ناس كيتحركوا عندهم هواء جيد نعم ولكن كذلك نوعية الأكل ديالهم ما كياكلوش ليدام بزاف السكري فحر السكري ما خصهمش ياكلوا مثلا الشحوم والدهون هذا كثرة اللحوم خاص العيش ديالهم يكون نباتي ويكونوا فيه ألياف وأملاح معدنية وفيتامينات علاش لأن الميتابوليزم هذا الاستقلاب ديالهم استقلاب ضعيف جدا خاصهم ياكلوا وجبات متعددة وخاصهم الجسم ديالهم ياخذ أقصى ما يمكن من هذه الوجبات خاصها تكون غنية جدا هذا هو اللي كاين الشعير مع القمح بالنخالة بحال صحاب السكر مثلا ممنوع عليهم الدقيق الأبيض والنساء على الخصوص ماشي كلهم نساء كلهم ممنوع عليهم الدقيق الأبيض كل نساء علاش لأن عندهم مشكل هرموني وعندهم مشكل ديال القبض وعندهم مشكل أنيميا والنساء الجسم ديالهم كيكون شويه هش وحساس اكثر من الجسم ديال 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 الرجل المرض غير كتمرض يعني اي حاجه تتشد فيها علاش لان طبعا الجسم ديالها ما عندهم الامراض يعني النساء كيتصابوا بالامراض اكثر من الرجال اكيد لان عندهم نظام هرموني زايد على الرجاله وهذا النظام الهرموني هو كل شيء فالناس العاليين يكون الشعير يخلطوه مع القمح ولا يكون القمح بالنخالة والناس ينساو هذاك الغربال هذا الآلة الغربال الناس ينساوها والحمد لله أن هذا الأسبوع اللي فات شوية فحصت السوق وأن لقيت بأن الدقيق بدا كيتباع بالنخالة كاينين باعة عندهم يعني الدقيق بالنخالة كامل قمح كامل بالنخالة ولكن ماشي حيت كنتكلموا على هذه المسائل هذه الناس يبداو بحال كيجي يقولوا للناس راه عندهم العجب ما عندهمش العجب القمح يطحن يبقى من النخالة ديالو الناس اللي كيمشيو للطاحونة يبقاو يزيدوا شوية الشعير في القمح يبقاو يزيدوا واحد الربع ولا الثلث ديال الشعير مع القمح ثم إذا كان يطحنوه عادي يزيدوا يكون أحسن بحال الشعير يحيدوا منه ديك الغلافة يحيدوا عادي يزيدوا على الدقيق ديال الطاحين ديال القمح بالنخالة ديالو حيت كاين كلمة دقيق كتعني الحاجة اللي مغربلة والكلمة الطاحين كلمة الطاحين باللغة العربية هي كتعني الدقيق اللي ما مغربلش من قبل كنا في المغرب كنتكلموا على الطاحين معنى ان القمح كيتطحن كيعجنوه كانوا العائلات كيطحنوا بالرحى وكيعجنوه ما كيغربلو ما والو مع الاسف هذا المشكل الان اللي عندنا النشويات ما بقيناش كنستافدوا منهم علاش لان القمح تحيدوا منه الالياف الخشبيه بداوا الاطفال كيشكيو من نقص ديال الفيتامينات والنقص ديال الاملاح المعدنيه والنقص ديال كذلك ديال الالياف الخشبيه هو اللي كيخرج الفضلات
يعني الجسم. والشعير يعني هذا الكالسيوم فيه مكون الكالسيوم ومكون السيروتونين. ان الناس اللي كياكلوا الشعير كيكون الطبع ديالهم بارد، ما كيتقلقوش، ما كتكونش عندهم ديبريسيون. نعم. ونفهموا من هذا الكلام ان الان الناس اللي عندهم مشكل ديال توتر عصبي انهم يزولوا اللحوم من النظام ديالهم والسكريات ويبقاو ياكلوا الشعير، يدخلوا الشعير للتغذيه ديالهم مع الفواكه الجافه، مع الخضار، مع الروز، مع الفواكه، مع المسائل الاخرى. طبعا ما غاديش ياكلوا اي شعير، غير هو الشعير يدخلوه كمكون اساسي عوض اللحوم باش يدخلوا الكالسيوم والسيروتونين ويزولوا الكوليسترول مع الدسم، وغادي الحاله ديالهم ان شاء الله تتحسن. وهذه المسائل هذه انا ايوا نمط العيش ديال المغاربه مع الاسف الشديد كان نمط نظيف، كان نمط جيد، نمط راقي، ولكن بدينا عليين مع هذا المشكل ديال الوصفات، المشكل ديال الكتالوجات، المشكل ديال الثقافه الغذائيه ديال هذه البنيات اللي عليين ما بقاوش كياخذوا من الخزان اللي هو الام ولا الجده، ما بقاوش كياخذوا منه هذه المعلومات هذو، ولا كيتناقلوا معلومات على جارتها ولا صاحبتها ولا حاجه. بعض المرات المعلومات ما كتوصلش، لان هادشي كيتعلم انستيتيي، كيكون انستيتيي في العائله، يعني كيتعلم من الام والجده هي اللي كتعلم هذه المسائل وكتعلمها ببساطه وكتدخل في التربيه ديال هذه البنت هذه. والحمد لله عليين كيف ما كان الحال، انا كنتكلم باش ما نضيعوش تكون في اليومي ديال البيت. انا مازال عندنا ثقافه غذائيه في المغرب جيده، ومازال وصفات كاين بحال هذيك السيده تكلمت على البارح اللي تكلمت على الفصة. كاين في الصحراء واحد الطحنه كيسميوها الطحنه اللي فيها الشعير، وكاين عندهم وصفات اللي فيهم التمر يابس مطحون مع الشعير، والتمر يابس مع الكليله، كيخلطوا الكليله مع التمر، وهذه ارقى ماده غذائيه اللي ممكن الناس يتغداو بها. يعني شو الثقافه ديالنا، بحال في وجده مثلا عندهم الاقيط كيديروا الزبده البلديه مع التمر، كاين الشماليين كياكلوا اسماك، كياكلوا اشياء كثيره، كاين فسوس عندهم املو، كاين فين ما مشينا في منطقه بحال دابا كاين واحد المدفونه كاينه مثلا في الرشيديه، كيديروا واحد اللحم، واحد الكفته معها البصل ومعها واحد الحوايج، كيعمروا الخبز وكيخبزوها في الفران. كانت من قبل هذه المغاربه كانوا كيديروها، هذه كانت كتكلف. هذه الثقافه الغذائيه اللي عندنا في المغرب اللي ان شاء الله خاصها الدول، يعني احنا ان شاء الله في طور جمع هذه المعلومات هذه باش نمشي ندخلوا هذه الثقافه الغذائيه ك نمط عيش راقي، يعني ماشي نبقاو نخدموا بالريجيمات. كل واحد عنده شي مرض نمشي ندير ريجيم، واللي كنجيو للريجيم كنلقاو خضار مسلوقه. هذا ما هذا ليس هذا هذا ليس علم، وليس ولا لا لا يموت الى العلم بصله. نعم. فخصنا نبقاو على الثقافه الغذائيه ديالنا. علاش؟ لان كانت حافظانا من كثير من الامراض، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحفظ، ولكن كاين اسباب، هذه اسباب جيده اللي كانوا الناس عندنا ثقافه في المغرب ما شاء الله اللي خصنا نفتخروا بها، خصها تدخل في التراث ديالنا، واللي هي حتى من الناحيه العلميه هي الان تزكى علميا. لماذا احنا عليين الابحاث اللي عملناها على جميع المواد الغذائيه المغربيه، تعملت على ابحاث في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. نعم. على السيكوك، على الخليه، على الهربل، على البركوكش، على الزيت البلديه، على حتى الحامض مرقد، الثومه مرقده، كل شيء المسائل الحمد لله انها درست. كثير من الوجبات اللي درست كذلك مع وزاره الصحه على شكل يعني ابحاث ميدانيه، يعني هذو الاستقراءات ديال المستهلكين. وان عندنا الحمد لله قوه في التغذيه في المغرب، وعندنا منتوجات متنوعه، يكفي الناس ما يفسدوهاش بطرق الطبخ، وما يفسدوهاش باواني الطبخ، وما يفسدوهاش بكثره الاكل، وما يفسدوهاش بعدم التجانس. الناس ملي كيتغداو ما ياكلوش الفواكه، هذا هو يعني بعض المرات كنشوفوا ديك الوجبه اللي صيروا عليها الناس الفلوس وتمحنوا عليها في المطبخ، في الاخير كتولي ممرضه، كتولي تضر. علاش؟ لان غادي ياكلوا من وراها فواكه طريه. فالناس يستاهلوا. حنا في رمضان ان شاء الله، رمضان جاي، ورمضان حتى هو الناس يحاولوا ما امكن ما يعيشوش رمضان كطقس، كثره الاكل وكثره يعني المراه تبقى واقفه في المطبخ من 3 حتى 6 العشيه ولا حتى 7. رمضان راه ممكن الناس يعيشوا ببساطه، وممكن الناس ياكلوا اشياء بسيطه ويصوموا على احسن يعني ما يرام، بدون تخوف لا من الجوع ولا من العطش ان شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الفايد الاستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، الى اللقاء. السلام عليكم.